مريض. بس أقول العملية. صعدونا حين زبون رح يشيلونا يزبون غرضنا بالشارع. كان بعد أسبوع بشيلكم. لا تبكين بعد، اوكي؟ بعد بكي ماكو. ان شاء الله راح نساعدكم ونساعد بابا. تمام. طبعا مثل ما شفتوا وشاهدتوا هذه الطفله البريئه اللي لا حوله ولا قوه. ناشدت بدمعات وحقيقه قهرتنا كلش قهرتنا. ام علي لا حول ولا قوه، زوجها بين الحياه والموت وبحاجه الى عمليه باسرع وقت. المعين الوحيد هو أبو علي. أبو علي مثل ما تشاهدون وتشوفونه طريح الفراش ومحتاج عملية بأسرع وقت. المعين هو للعائلة. المعين قعد بعد، منو اللي راح يعينهم؟ تقول أنا أروح لأبو المولد أتوسل بيه، أقول له بس شوية البيت يبرد، بس أغليها شوية حتى البيت يبرد لأن زوجي مريض وإحنا ظرفنا صعب، ما عدنا نطيك مع المولد، فشغلها انه وساعدنا وقف ويانا لله. اخوان اللي ما عنده اول شيء مو عيب، واللي ما عنده بهذا الوقت حياته صعبه، حياه كل شيء صعب بهذا الوقت. الاكل صعب، الشرب صعب، الحياه صعبه، الطلعه صعبه، الطبيب صعب، كل شيء بالحياه صار صعب. اللي ما عنده احد واللي لا حول ولا قوه لمن يشتكي؟ نشتكي لرب العالمين ونشتكي للناس أهل الخير واللي عتهم مروة، نريدهم يوقفون وقفة مشرفة